يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في هذه الأيام من يدعي العلم ويقول إن الإجماع ليس بحجة، فيقول وما يدريك لعلهم قد اختلفوا، فما الرأي في مثل هذا القول؟ نعم، الإجماع فيه تفصيل، إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع الأمور الضرورية هذه مجمع عليها، كتحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، هذه أمور مجمع عليها إجماعا قطعيا. في مسائل فيها اختلاف تحتمل الاختلاف، فهذه حكاية الإجماع عليها على أنه قطعي لا، هو إجماع ظني، إجماع ظني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس لكن اللي ينكر الإجماع نهائيا يقول ما فيه إجماع هذا كذب. اللي يقول الإجماع فيه تفصيل، منه إجماع قطعي وإجماع ظني، نعم هذا صحيح. نعم.